خطفت قلوبنا مجموعة دودل من بيربري، تتضمن 5 باجز خفيف الوزن نعملوا بفلورنس، ومن الكولكشن كمان سكارفز واكسسوريز، وحتكمل الكولكشن بتياب نسائية ورجالية بجولاي 2018. ديارة عم تحتفل بعيدها 70، ومن النشاطات يلي عملتها معرض ديزاينر اوف دريمز، ولأنه ديار بتخص الولاد كمان استضافتهم بهالمعرض وعرفتهم على أهم قطع بتاريخ الديار. تعاون ستيوارت وايزمان مع جيجي حديد بموسم العيد وأصدروا 2 فلات شوز براس مروس، I love عليه عين الحاستة على فردة اليمين، I love more عليها كذا عين على الفردتين. صار عرض فيكتوريا سيكريت العالمي يلي كل سنة مننطره، وهالسنة كانت ليس ريبيرو الموديل يلي لبست الفانتسي برا، ونقوا إلسا هوسيك تتلبس الكريستال وينجز. ما شاركت جيجي حديد بعرض فيكتوريا سيكريت اللي صار بتشاينا هالسنة، ويمكن السبب انه ما قدرت اخذت الفيزا من ورا صورة نشرتها من قبل هي وعم بتقلد الاسيوية، اعتبروها اهانة لإلهم حتى من بعد ما قدمت اعتذارها. مثل ما عودتنا شوبار، الساعة الجديدة هالسنة بتحتفل بسنة الكلب من تقوين السنة. هيدي التحفة في منها 88 ساعة بس، جمعت حضارة القروشي اليابانية والشوبار مانيفاكتشر. مجوهرات شومي انعرفت بتصميمتها لجوزيفين بونابار، والكولكشنز هالسيزن بتخليك تحتاري، وبيتنوعوا من كولكشنز ليان، هورتنسيا ايدن، بي ماي لوف، إنسنس وجوزيفين. كل نجمة بيختلف ذوقها عن التانية، خاصة بالمجوهرات. أحلام بتحب المجوهرات الضخمة، وكاتيه هي الماركة المفضلة عندها. مايا دياب بتفضل القطع الفخمة، وخاصة من يبريم جولري. ميريام فارس بتحب المجوهرات الألماز والقطع الملونة، وياسيان المفضل عندها. لوجين عمران بتفضل القطع الكلاسيكية من عند فان كليف ان أربلز وبولغاري. نانسي عجرم ما بتحب تبالغ بالمجوهرات، وبتحب تلبس قطعتين بميزوها من عند سيلفيسا ليبا. بلقيس فتحي سفيرة لازوردي عم تتعلق بقطع من عندهم، ونجوى كرم بتفضل توفينك شو لأنه بتحب القطع الضخمة. تعودنا أنه يكون السموكي ميك اب بين الأسود، الرمادي والفضي، وما فينا نحطه غير على السهرات. عطيتنا سندس الكتان الحل انه نستعمل الالوان الخريف بسموكي، وهيك منصير نحطه بنهار ونزل له رموش للسهرة. نقيت دلال الدروب الفاشينيستا الكويتية الحمرة المثالية للأعياد، وهي أرماني نمبر 400. علمتنا هدى الكتان تريك جديدة تنتخلص من حب الشباب، فاستعملت قشرة الموز تتفرك الحبوب وتركتها 10 دقايق عليهم، ومنلاحظ التغيير من بعد 3 أيام من الاستعمال. عز الدين ألايا المصمم التونسي اللي رجع عروض الأزياء بعد غياب من 2011 توفى عن عمر 77 سنة. بلشت مصيرته بشغله مع كريستيان ديور، جيلا راش وتياري ماغلر، ورجع أسس شركته وانعرف بأنوسة تصاميمه. مع كل الجسدين الترندينج هالموسم ما فينا ننسى الكروس بودي باجز اللي عم نشوفهم بكترة على كل الفاشينيستاز. فيك تلبسيهم مع جينز وسبورت شوز ويكونوا هن أساس اللوك، أو فيك تزيديهم للكروس باجز على كلاسي لوك ويكونوا إضافة لتجذب الأنظار. هالخريف تميز بكذا بوت ترندز، بس كان الكومبات بوتس نمبر 1. فيه يكون كعبه عريض أو فلات. الفنانات العربيات والفاشينيستاز لبسوا بكترة، مثل نانسي عجرم، كارلا حداد ولانا الساحلي. خليكن على الموضة وتابعوني أسبوعياً بفاشن نيوز.